هلو دير فريندز، ويلكم تو ا نيو ايبيسود اوف اور بروجرام مدرسه على الهواء. طلاب وطالبات شهاده، بنحييكم ونرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج مدرسه على الهواء لماده اللغه الانجليزيه للصف الثالث الاعدادي. والنهارده ميعادنا مع الفاينل ريفيجن، المراجعه النهائيه. هنحاول نقدم لكم النهارده مراجعه على مدار ساعتين. خليكم معانا، تابعوا معانا اسئلتنا النهارده. احنا مجهزين لكم اسئله، الحاجات اللي بتسالوا عليها دايما، الاستفسارات بتاعتكم موجوده معانا النهارده في اسئلتنا. اي نقاط تحبوا تسالوا عليها يا ريت تتصلوا بينا على تليفون برنامج 2575186. وفي بدايه الحلقه مع مستر محمد. هلو مستر محمد، هاو ار يو؟ هلو مستر صبحي، ام فاين ثانك يو، اند اي ام فيري هابي تو بي ويز يو توداي. اند توداي از يو هاف جاست سيد مستر صبحي، زي ما حضرتك لسه قايل، وي ار جوينج تو ريفايز، هنراجع وهنقدم كل الايتمز بتاعه الاسئله اللي موجوده في الامتحان. تمام مستر محمد، هنبدا بقى باول سؤال بيقابلنا في الامتحان، اللي هو سؤال الدايلوج. تمام. عايزين بقى نعرف الطالب ازاي يتعامل مع السؤال الاول، وبعدين نشوف نماذج للسؤال الدايلوج. طبعا نتمنى ان الطلبه يتعاملوا مع السؤال بطريقه صحيحه. اول حاجه بقرا الهيدنج بتاع السؤال، اللي هو راس السؤال، اللي هو بيعرفني الاشخاص اللي بيتكلموا عن ايه. تاني حاجه يو هاف تو ريد ذا هول دايلوج، لازم اقرا الدايلوج كله حتى نهايته. ثم بعد كده اربط، يعني الحته اللي الطلبه لازم يعرفوا ان هو بيربط الكلام ببعضيه، ما يجاوبش كل نقطه منعزله عن النقط الاخرى. لان الحوار بيبقى على توبيك معين. ولازم ابقى عارف طريقه يا مستر صبحي تكوين الاسئله. تمام. زي السؤال اللي بيبدا بقى ده استفهام، بجيب الكويستشن وورد الاول، بعد كده بحط الهيلبنج فيرب اللي هو الفعل المساعد، وبعدين اجيب السبجكت، وبعد كده اجيب المين فيرب. بس في منهجنا الجديد يا مستر محمد، المحادثات مرتبطه بموضوعات الريدنج. تمام. يعني مهم قوي ان احنا تاخد بالك ان المحادثات بتاعتك كلها لازم تقرا درس الريدنج عشان تعرف تحل المحادثات. زي المحادثه هنشوفها مع بعض دلوقتي. يعني بعض الطلب قالوا انها صعبه شويه وبعتوا لنا يسالوا عليها، هنشوفها مع بعض دلوقتي. نشوف سؤال الدايلوج. احمد and نبيل ار توكينج اباوت دكتور علي مصطفى مشرفه، بيتكلموا عن دكتور مشرفه، بيقولوا ايه يا ترى؟ نشوف مع بعض المحادثه. ركزوا مع بعض كده، نركز مع بعض، نشوف الدايلوج بتاعتنا. احمد بيقول هاي نبيل، وات ار يو دوينج، انت بتعمل ايه؟ نبيل قال له ام ريدنج ان ارتكل، انا بقرا مقال اباوت دكتور علي مصطفى مشرفه. بعد كده احمد ساله سؤال، ونبيل قال له دكتور مشرفه was able to work out some really difficult problems in math and science، يعني قدر يحل بعض المشاكل او قدر يحل بعض المسائل الصعبه جدا في الرياضيات والعلوم. طبعا مستر محمد، يعني هي فعلا غريب للطالب شويه ان يبقى عارف معلومات عن واحد زي دكتور مصطفى مشرفه، فسؤال زي ده ممكن يقول فيه؟ هو طبعا الاختيار جميل جدا يا مستر صبحي، اللي هو اختيار الدايلوج ده، لانه بيتناول نقط محتاجه تفكير شويه. هو طبعا هنا لو نلاحظ الطالب اللي هو بيقول الديفينيشن او الانفورميشن اباوت دكتور مشرفه، بيقول له دكتور مشرفه was able to work out some difficult problems in math and the science. في هنا ممكن يا مستر صبحي تو بوسيبل انسرز، ممكن في سؤالين. ممكن نقول هو واز دكتور مصطفى علي مشرفه. يبقى بسال يعني اكنه عن الشخصيه نفسها، عايز يعرف مين هو دكتور علي مصطفى مشرفه اللي هو العالم العظيم طبعا المصري. او ممكن يقول له وات كان يو تيل مي اباوت دكتور علي مصطفى مشرفه. يعني تقصد حضرتك ان في اجابات محتمله بوسيبل انسرز ممكن تنفع كتير، او ممكن برضه في سؤال تاني مستر صبحي، ممكن يقول له وات واز دكتور مشرفه ايبل تو دو، وات واز دكتور علي مصطفى مشرفه ايبل تو دو. يبقى عندي ثلاث اجابات للسؤال دوت. تمام. يعني ممكن يقول برضه وات داز ات سي، بيسالوا على المقال يقول وات داز ات سي، المقال بيقول ايه. تمام. يبقى مره ثانيه وات داز ات سي، يعني المقال بيقول ايه؟ قال له دكتور مشرفه واز ايبل تو ورك اوت سم ريلي ديفيكلت بروبلمز ان ماث اند ساينس. في بقيه المحادثه احمد قال حاجه، وقال وات ايلس داز ذا ارتكل سي، المقاله بتقول ايه كمان؟ قال ات سيز هي واز ذا فيرست ايجيبشن، كان اول مصري تو بيكام ا دكتور اوف ساينس، ياخد دكتوراه في العلوم. احمد That's a great achievement، بيقول ده إنجاز عظيم. وسأل سؤال كمان، نبيل قال له I'm not sure but he was definitely really smart، أنا مش متأكد بس هو أكيد كان ذكي. يبقى نرجع كده للجزء الأول، What else does the article say، المقالة بتقول إيه أيضا؟
هو بيسأل هنا about the article مستر محمد what will he say؟ هنقول ايه في النقطة دي؟ هو النقطة دي يا مستر صبحي مرتبطة باللي قبلها. احنا عارفين النقطة اللي قبلها كان بيقول له دكتور علي مصطفى مشرفة was able to work out some problems in math and science. يعني هو قال له تعريف لدكتور مشرفة. المفروض بقى يبقى فيه respond للي قبلها اللي احنا قلناها. فالمفروض هنا ممكن اقول that's great او ممكن اقول that's fantastic او ممكن اقول wonderful او ممكن اقول مثلا I really admire him. يعني في اكتر من اجابة للسؤال ده قبل ما هو يقول له what does the article say. يعني البوينت دي مرتبطة باللي قبلها اللي هو كان بيقول فيها دكتور علي مصطفى مشرفة was able to يا مستر صبحي to work out. هو قال له كده التاني عمل respond بقى او reaction للكلام بتاعه. يعني ممكن يقول مثلا that's interesting. That's interesting, that's amazing, that's great, fantastic. الدرس ده مستر محمد كان خاص بنعود الطلبة فيه ان هم يقولوا يعملوا some comments يعملوا تعليقات على الكلام اللي يعني في ايه تاني ممكن يقولوا في الجزئية دي. يعني ممكن يقولوا that sound is great, that sound is nice, ممكن يقولوا that's interesting, that's amazing. اللي هو بنعتبره ان هو reply when you want to give your opinion or when you want to respond to some good things. يعني واحد بيسمع حاجة كويسة وانا عايز اعمل respond ليها او رد عليها فبقول حاجة من الحاجات اللي قلناها دي. تمام. فاحمد بيقول that's a great achievement. وسأل سؤال هنا السؤال هيكون نشوف مع بعض do you think he was genius. يعني هل بتعتقد انه كان genius عبقري؟ فرد عليه قال I'm not sure. تمام مستر محمد. دي كانت محادثة اعتقد انها يعني جايز تكون الى حد ما فيها بعض الصعوبة لان خاصة بمعلومات عن شخصية معينة زي دكتور علي مشرفة. مستر محمد تاني سؤال في الامتحان سؤال situations. تمام. يا ترى ايه الاشياء المحتملة انها ممكن تكون موضع سؤال في الامتحان؟ هو طبعا مستر صبحي احنا عندنا زي ما حضرتك ذكرت برضو موضوعات كتير جت في اليونيتس مرتبطة بالسيتويشنز. يا ريت نناقشها. ما ننساش ان احنا درسنا السنة دي giving advice. درسنا emphasizing a point. ده موضوع مهم اللي هو التأكيد على نقطة. How to congratulate someone برضو. ازاي نهني اشخاص. And how to express your feelings. ما ننساش الموضوع ده. اللي هو التعبير عن الشعور or asking about feelings. او السؤال عن الشعور ذات نفسه. برضو expressing ability and inability. التعبير عن القدرة وعدم القدرة برضو دي كنا بنستخدم فيها او ممكن تيجي في سؤال السيتويشن. يعني لازم نبقى عارفين ان السيتويشنز هتكون مرتبطة بالتوبكس اللي درسناها في اليونتس. يعني مستر صبحي مثلا ممكن من ضمن الحاجات اللي تيجي مثلا عندنا في سؤال السيتويشنز لو انا مثلا عندي سيتويشن بيقول مثلا ممكن يقول يو شوف مع بعض كده tell your friend that it is necessary to get up. نشوف مع بعض السيتويشنز ده تاني. بيقول لي you tell your friend that it is necessary to get up. يعني طب يا ترى الموضوع ده درسناه ولا لا؟ درسنا السنه دي اللي هي emphasizing a point اللي هو التاكيد على نقطه معينه. بعايز اكد لواحد يا مستر صبحي التاكيد على حاجه. بهستاذنك مستر محمد معانا اسماء من الفيوم. هلو اسماء هاو ار يو؟ اسماء الو ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. ايه اخبار الانجليش؟ الحمد لله تمام. امتحان امتى بتاعكم؟ 13 ان شاء الله. يوم 13. جميل قوي. طب رجعتي؟ الحمد لله تمام. طب عندك اي استفسار يا اسماء؟ هو انا عندي اسئله كتير بس يعني عايزه اشوف بس الاجابه بتاعتي صح ولا غلط. طب يا ريت بس ايه يعني الحاجه اللي انت مش متاكده منها وسريعا كده. اتفضلي يا اسماء. ماشي حضرتك. مستر محمد هو كوكت ذا سمايل كيك. طب كلمه بالراحه تاني كده من الاول. هو كوكت هو ايه؟ كوكت ذس هو كوكت ذس ميل صح كده؟ نايس كيك. نايس كيك تمام. وجايب لي اختيارات يو ولا تو يو ولا اوف يو ولا فور يو. دوتس يو تمام. بس الاجابه تكون فور يو. نايس نايس يس مان. هو كوكد ذس نايس كيك سبيس يو. تمام كده؟ تمام. الاجابه الجمله كده مظبوطه يا
تمام، هي كده مظبوط. يعني ده سؤال اللي هو على الترانسيتيف اند انترانسيتيف فيربز يا مستر صبحي. تمام تمام، بس وانا حافظه يعني الافعال اللي بيجي معاها تو وفور، بس كوك مش موجوده فيهم. لا، كوك بيجي معاها فور. فور يو. فور يو يعني لما اجي اقول يعني مين اللي طبخ لك او مين اللي عمل الكيكه دي. كلمه نايس نايس ايه يا مستر محمد؟ نايس. هو كوك ذيس نايس كيك فور يو. تمام كده يا اسماء؟ تمام. سؤالك الثاني اتفضلي. طيب what space تمام did you do in London. did you do in London. تمام. جايب اختيارات graduate ولا degree ولا hero ولا mark. graduate وايه تاني؟ degree hero hero mark. hero ايه تاني؟ mark. هتبقى degree. تمام. what degree did you do in London. ايه الشهاده بمعنى هنا to do a degree بمعنى اللي انت حصلت عليها في لندن، لكن كلمه graduate هي اللي هيلخبط الطلبه هنا. كلمه graduate او degree، لكن جرادويت لو انا هستخدمها هستخدم جرادويت اقول جرادويت ان كذا، يعني انا اتخرجت في التخصص الفلاني، او جرادويتد فروم انا اتخرجت من المكان الفلاني، زي مثلا عين شمس يونيفرستي جامعه عين شمس وهكذا. طيب سؤالك التالي اسماء اتفضلي. I saw yeah the photo of the thief. of the thief اللي هو of the thief of the thief yeah on the front. on the front space. الو تمام معاكي اسماء. تمام. space of a newspaper. on the front dots of a newspaper. تمام. طب قول الاختيارات بتاعتك بقى كده. بيج وفي باج وبيج وتريب. هو انا اخترت بيج. لا هي بيج طبعا. On the first page أو on the front page. front page of the newspaper يعني اللي هي الصفحة الأمامية في الجورنال. on the front page. تمام يا أسماء؟ تمام. طب آخر سؤال يا مستر لو سمحت. اتفضلي. تمام تحت أمرك. علي had much money. علي has much money. had ولا has؟ لا had. had؟ تمام ماشي. بطولة has. وجايب اختيارات ميني ولا مور ولا ماست ولا ليست. بط علا هاز. قولي الاختيارات بقى كده. ميني ولا مور ولا ماست ولا ليست. لا مور طبعا. مور. I had much money but علا has more. طب يا مستر ما يعني مش اصل بصي انا هقول لك انا هفهمك يا ميني ولا ماتش ولا ليس ولا مور. ولا ليس ولا مور. انت طبعا محتاره بين مور وليس. تمام. بصي انا ده تعبير على بعضه كده. انا عندي فلوس كتير لكن مستر محمد عنده اكتر. فهماني؟ طالما حطيت بات اقول اي هاف ماتش ماني بات مستر محمد هاز مور. مور من غير ما اكمل بقيه الجمله مفهوم بقى ان هي مور ماني ذان مي، عنده فلوس اكتر مني. انت فهماني؟ لكن انا لو هقول لس كنت كان لازم اكمل الجمله بطريقه ثانيه خالص. فهمتي السؤال ده يا اسماء وفهمتي اسئلتك كلها؟ تمام ماشي يا مستر شكرا. تحت امرك يا اسماء. يعني keep watching our program. هنرجع مستر محمد لاسئله السيتويشن. كنت حضرتك بتقدم سؤال. انا كان في سيتويشن كده وبرضه عايزين الطلبه يتواصلوا معانا عشان يجاوبوا الاسئله اللي هنقدمها. تمام اتفضل. هو بيقول لي you tell your friend that it's necessary to get up. يعني انت بتخبر صديقك ان ضروري جدا انه يستيقظ مبكرا. احنا درسنا يا مستر صبحي درس اسمه emphasizing a point، تاكيد على نقطه. اتعلمنا فيه that we can say you must remember to أو you must remember that don't forget to don't forget that وأيضا it's necessary to yeah, أو it's important, important it's to, highly important it's essential to essential أو imperative تمام. يبقى هنا لما بيجي يقول لي أتأكد ممكن أقول له it's necessary أو it's important. يعني ممكن أقول بدل necessary أقول important to get up early وبعدين أجيب to get up early. يبقى دي فكرتنا باللي هو الدرس بتاع الامفسايزنج ا بوينت. تمام. طب نشوف مع بعض. معانا اسئله برضو خاصه بالسيتويشن. هنشوف مع بعض سؤال بيقول the teacher asks about your friend علي who's absent. absent معناها غائب. نكتبها في كراستنا برضو كده عشان نبقى عارفينها. المدرس بيسال عن علي وعلي غائب.
يو ار شور هيز ال، انت متاكد ان هو مريض. ده بقى حاجه خاصه بالديدكشن، الاستنتاج يا مستر محمد. يعني طالما انا متاكد يبقى انا هستخدم هنا كلمه ايه؟ هو طبعا عندي ماست بي او كانت بي او مايت بي. انا متاكد يبقى هستخدم ايه، ما دام متاكد يبقى اقول ماست بي. ماست بي تمام. يعني نقول هنا علي ماست بي ال، يعني علي اكيد مريض. يبقى ده اسمه ديدكشن، استنتاج مؤكد او شبه مؤكد. Your friend got a mail، صاحبك جاله ايميل telling him that he won a prize. الايميل بيقول له ان هو فاز بجائزة. واحد فاز بجائزة نقول له ايه كلنا؟ تمام، نقول له congratulations، نبارك له كلنا طبعا، نقول له congratulations. اوكي and we have Maryam from Aswan. How are you Maryam؟ How are you مستر، عامل ايه؟ I'm fine thanks. Maryam انتوا لسه ما امتحنتوش طبعا؟ لا لسه، بكرة اول يوم. تمام، ربنا يوفقك يا رب يا مريم. طب ايه اخبار الانجليش؟ تمام الحمد لله. طب عندك اسئله؟ طب اتفضلي، جو اهيد، اتفضلي يا مريم. في سؤال في التشوز ان 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 نقط از a person yeah who helps a person who helps. تمام في كلمة كلمة بعد هيلبز يعني؟ لا تمام. طب كمل. هو هيلبز ان اشوب ان اشوب شوب ان اشوب تمام. اور ان اور ان اتيكت اوفيس اوفيس تمام. والاختيارات السيستم تمام، السيستم نيرس اسيستنت، الاختيار الثاني اونر اونر اونر. ماشي ايه تاني يا مريم؟ واكتر ايه؟ علي شوف اكتر اكتر ممثل. تمام اخر اختيار بقى، واخر اختيار ثانيه مستر، هي الكلمة الثانية كانت كبيرة قوي. طب قولي الحروف. طيب شوب كيبر اي ار اي ار سي اتش سي اركتكت، مهندس معماري ايه؟ اي ار سي اتش اي اي ار سي اتش اي تي. لا دي عايزه اركيولوجيست. اركيولوجيست عالم اثار. اركيولوجيست تمام ماشي. هي حتى لا هي على العموم من غير ما تكملي الاختيارات هي اسيستنت. اسيستنت تمام. اسيستنت اسيستنت ده بائع في محل او شخص بيساعد في في في, في احضار التذاكر او بيديك التذكره في مترو او كده بنسميه اسيستنت. تمام يا مريم. واحده في الريزايت انا حلها بس مش متاكده. طب اتفضلي هنشوف اجابتك كده ونقول لك اذا كانت صح ونناقشك فيها برضه. اتفضلي. ماشي. نوت ماني نوت ميري نوت ماني بيبول لايك نوت ماني بيبول لايك like ايه؟ historical stories novels مش مشكلة. فعايزني احط فيه تمام capital طبعا. طيب قولي بقى الحل بتاعك يا مريم. هتبقى few people يعني هحذف dot many few people like historical few people like historical novels تمام كده؟ طب بصي هقول لك على حاجه، هي الحكايه سهله خالص. ان انا انت الجمله اللي انت بتقوليها خاصه بموضوع الكاونتبل والانكاونتبل نوت. كلمه نوت ميني هو درس جايز يكون فيه بعض الصعوبه شويه. نوت ميني هنا بتساوي فيو خلاص، يعني ليس كثير بتساوي كلمه فيو قليل. تمام كده. طيب عندك اي استفسار تاني؟ لا شكرا. بنشكرك جدا يا مريم. هنرجع لاسئلتنا، كان بنكمل في اسئله السيتويشنز. عندي سؤال بيقول you are in a busy street، انت في شارع مزدحم with your brother مع اخوك. You advise him not to walk too close to the road، بتنصحه ما يمشيش قريب او من العربيات او من الطريق. هتقول له ايه؟ نقول له طبعا you shouldn't. اما اجي انصح واحد انهى واحد عن حاجه اقول له you shouldn't walk too close to the road. You offer to help، خدنا موضوع offering help عرض المساعدة. أما يقول لي you offer to help your brother
with his homework، بتعرض ان انت تساعد اخوك في الواجب بتاعه، بعرض عليه ان انا اساعده، اقول له طبعا حاجه سهله جدا مستر محمد، هنقول في الاوفر اقول له can I help you with تمام. your homework. اوكي can I help you يعني ممكن اساعدك، can I help you. you recommend ده اول يونت خدناه، خدنا موضوع الريكومنديشن التوصيه. you recommend a good restaurant to your family to eat in، انت بترشح لاسرتك مطعم كويس ياكلوا فيه، هنقول لهم ايه يا مستر محمد؟ ممكن طبعا اقول يا مستر صبحي I recommend you go to مثلا this restaurant. تمام. او ممكن اقول له I recommend this restaurant to you. تمام. وممكن اقول السبب برضو يعني because it مثلا serves good food. تمام، بيقدم اكل كويس وكده. اه. طب نشوف مع بعض كده، انا قلت اجابه عندنا I recommend the new restaurant، يعني انا بقول لهم انا برشح لكم المطعم الجديد at the end of our street اللي في اخر الشارع بتاعنا. يبقى ده اسمها ريكومنديشن، اعطاء توصيه. عندنا سؤال بيقول يو انفايت، اخر يونت عندنا كانت بتتكلم عن الانفيتيشن الدعوه. و ومعانا محمود من سوهاج. هلو محمود، هاو ار يو؟ انا اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك وازاي اهلنا في سوهاج كلهم يا محمود؟ تمام الحمد لله كويس. طب محمود انت عندك اسئله ولا تحب تشارك في اسئلتنا؟ لا احب اشارك يا مستر. طب بص، انا كان في مريم كانت معانا من شويه كانت سالت سؤال في موضوع الكاونتبل والانكاونتبل ناونز او اكسبريشنز اوف كوانتيتي، تعبيرات الكميه. في جمله كده ظريفه عايز اشوفك هتحلها ازاي، خاصه بنفس الموضوع. مستر محمد لو كتبنا جمله كده نقول فيها مثلا رانا از ذا تولست جيرل in our class. انت شايف الجملة معانا كده؟ اه. رانا is the tallest girl. رانا اطول بنت in our class في فصلنا. انا عايزك كده يعني انا هحييك تحية حلوة قوي، بس لو استخدمت كلمة نو no. بدأت الجملة بنو. نو؟ نو اه. بس نو انا مش هرفض الكلام المكتوب. لا انا عايز ابدأ بنو في صيغة معينة كده، ستراكتشر معين عايز اقوله بس يدي نفس المعنى ده. انا بقول رانا اطول بنت في الفصل بتاعنا، عايز ابدا الجمله دي بنو. يلا محمود اقول رانا از، انا هبدا انا بقول لك عايز ابدا بنو. الان كابيتال مستر محمد، اعمل لك الان كابيتال انا هبدا بيه. نو رانا از، لا مش هقول نو رانا، انا عايزك تفكر كده يا محمود. احنا هنا مستر محمد ممكن حضرتك يعني تسهلها برضو. عايزين يا محمود نقول ان مفيش بنت تانية في الفصل اطول من رنا، يعني نو دي نو جيرل، نو جيرل، نو جيرل. اه نكتبها برضو مش اه. اتفضل no يلا يا محمود يلا. اه يا محمود كام نو جيرل ان اور كلاس في فصلنا ان اور كلاس تول عايز اقول اطول من، انا هنا هحولها من سوبرلاتيف من صفه تفضيل لمقارنه. No other girl أو no girl in our class is taller than Rana. taller إيه بقى؟ than Rana. آه يعني مفيش بنت في الفصل أطول من رنا. بص يا محمود، هو الجملة الأولى أنت معايا محمود؟ محمود؟ ألو محمود؟ أيوة لسه معاك. طب بص يا محمود، الجملة الأصلية بتقول إن رنا أطول بنت في الفصل. اما اجي ابدا بنو عايزني احولها اقول ان مفيش بنت في الفصل اطول من رنا، يبقى انا كده حولت الصفه من سوبرلاتيف تفضيل حولتها لصفه مقارنه، زودت للصفه اي ار وجبت بعديها ذان. فهمتها يا محمود؟ اه. طب مستر ايوه مستر شكرا. طيب يا محمود بنشكرك جدا يا محمود واند كيب واتشنج اور بروجرام. مستر محمد يعني هي الجمل احيانا بتاع موضوع التحويل من مقارنه لتفضيل او العكس ده بيبقى في بعض الصعوبة هنناقشها معاكم النهارده في اسئله الرات لما نوصل لها. كان السؤال بتاعنا بيقول يو انفايت يور فريند تو يور سيسترز ويدنج بارتي، بتدعي صديقك لحفل زفاف اختك، اما اجي ادعي صديقي اقول له ايه يا ترى؟ نقول I'd like to invite you، انا احب ادعيك to my sister's wedding party، لحفل زفاف اختي. I'd like to invite you to my sister's wedding party. السؤال الثالث في الامتحان اللي هيقابلنا سؤال الباسج القطعه. مستر محمد
احنا على ابواب الامتحان برضو عايزين ناكد للطلبه how to deal with such a question. هو طبعا سؤال الكومبريهنشن يا مستر صبحي سؤال مهم جدا وعليه درجه كبيره برضو في الامتحان. والطالب لازم يبقى يعني كيرفول قوي وهو بيجاوب. اولا بدعو الطلبه كلهم ان هم يهتموا بالتوبكس او بالدروس الريدنج اللي جت في كتاب الاستيودنت. انا على فكره حتى القطع اللي انا معانا النهارده انا جايبها من كتاب المدرسه، يعني المنهج جديد. يعني انا كوضع امتحان، اما حد بيعمل امتحان غالبا في المناهج الجديده اللي زي كده المفروض الى حد ما يلتزم بامتحانات الوزاره. فانا النهارده مجهزين لكم اسئله نماذج الوزاره، حتى القطع اللي معانا خاصه برضو باسئله نماذج الوزاره. فهو لازم يهتم بالموضوعات اللي جت في الكتاب. وايضا طبعا احنا عندنا امتحانات مهمه في الكتاب الورك بوك ولازم الطالب يهتم بيها. سوري تو انتربت مستر محمد، بات وي هاف حسناء. الو حسناء من الفيوم، ازيك يا حسناء؟ هاو ار يو؟ ام فاين. حسناء انت لسه طبعا هتمتحن الاسبوع الجاي. الو هتمتحن تبدا امتحاناتك الاسبوع الجاي صح كده يا حسناء؟ حسناء انت سامعاني؟ سامعاني؟ ايوه. طيب عندك اسئله؟ ايوه. طب اتفضلي يا حسناء اتفضلي. شوز ماشي. شي فوكس اون. قولي تاني كده. شي فوكس اون. شي فوكس اون. شي فوكس اون. شي المفروض بقى في يا حسناء يا فوكس هنزود لها اي اس تبقى بريزنت مضارع ولا فوكست في الماضي؟ لا هنزود لها اي اس. اي اس تمام. شي فوكس اون يا بيت هاي ماركس. هاي ماركس. هاي ماركس تمام. تقولي الاختيارات بتاعتك. طيب جيت جوت جيتنج جوتن جيتنج جيتنج تمام. اتفضل يا مستر محمد. طب حسناء معانا؟ حسناء طبعا يا حسناء. قبل السبيس في ايه؟ اون. واون ده ايه؟ بريبوزيشن اللي هو ايه؟ حرف جر. واحنا درسنا في الدرس بتاع اي ان جي فورم ان افتر بريبوزيشنز بعد حروف الجر بنستخدم الاي ان جي فورم، يبقى بالتالي هنستخدم ايه؟ جيتنج. جيتنج معايا حسناء؟ ايوه. يعني كل حروف الجر يا حسناء بنجيب بعديها اي ان جي، فعل مضاف لاي ان جي، ما عدا طبعا تو غالبا بيجي بعدها المصدر، مع بس في تعبيرات معينه زي لوك فورورد تو دي بيجي بعدها اي ان جي، خدناها درسناها السنه دي. طب عندك اسئله تاني؟ طب اتفضلي جو اهيد. شي وون. شي واز. سبيس. ويز هير. ويز هير. هير. انت قلت شي واز وبعدين نقط صح كده؟ وبعدين ايه بقى بعد النقط؟ with اف اي ايه اس ايرز اي اي ار اس. لا with fear. طب قول لي سبيلنج. اس اي ار اس اي. لا اف اتش اي اف 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 اي اي ار فير الخوف. She was not with fear. تمام. قولي الاختيارات بقى. Dancing. ايه؟ Dancing. Dancing بترقص. Dancing with fear. Cooking. Joking. Joking. تمام. Trembling. Trembling. ال B silent بتنطقش trembling. يعني هي على فكرة ماشي. طب كملي. طيب. آخر حاجة. ايه؟ Laughing. Laughing. لافينج بتضحك. تبقى تريملينج. تريملينج بتترعش من الخوف. كلمه تريمل البي هنا سايلنت. اقول شي واز تريملينج ويز فير كانت بتترعش من الخوف. تمام كده يا حسناء؟ ايوه. طب عندك اي اسئله تاني؟ لا شكرا. بنشكرك جدا يا حسناء على مشاركتك. احنا كنا بنتكلم مستر محمد في السؤال الثالث اللي هو الكومبريهنشن. وبنقول الطالب بقى لازم يا مستر صبحي ريد ذا كومبريهنشن كيرفولي. لازم يقرا الكومبريهنشن. وانصح الطلبه انهم يقروا الكومبريهنشن نوت يعني less than twice. مش يعني لازم يقراها مرتين قبل ما يبداوا في الاجابه. يعني مره كده تكون يعني كوايتلي كده بهدوء وسلولي، ومره ثانيه تكون اسرع شويه،
وما حدش يقول بقى الوقت او حاجه، لا لازم تقرا القطعه كويس عشان تقدر تستوعب الاسئله. وايضا يا مستر صبحي الطالب وهو بيقرا القطعه لازم يحاول ان هو يركز على النقاط الاساسيه اللي هي مثلا ممكن تكون تاريخ، عمر، مكان، معلومه عن شخص هيسال عليها، عشان هيتسال عليها. تمام، نشوف مع بعض المسج بتاعتنا النهارده. المسج بتاعتنا زي ما قلنا من نماذج الوزاره اللي موجوده في الكتاب. In Sweden، في سويدن على فكره اللي هي السويد، the longest day of the year is celebrated in June، بيحتفلوا باطول يوم في السنه في شهر يونيو. It is the start of a 5-week holiday، ده بدايه اجازه لمده 5 اسابيع. Most people go on a trip to the country، معظم الناس بتروح رحله للريف with their families. Children put flowers in their hair، الاطفال بيحطوا ورد في شعرهم. And everyone eats a special cake، بياكلوا كيكه معينه. In the evening، في المساء، a family meal is eaten، بياكلوا وجبه مع بعضهم. This usually includes herring. مستر محمد، كلمه herring جديده شويه على الطلبه. طبعا herring ده something which lives in the sea، اللي هي حاجات بتكون اللي هي زي السمك، السمك من الانواع اللي بتعيش في البحار. تمام، طبعا ممكن تكون في بحار معينه يعني. تمام، ده نوع من انواع السمك، حتى بيسموه salted fish، سمك مملح، سمك مملح اسمها herring. في الوجبه اللي بياكلوها بالليل بياكلوا the meal includes herring. There are a lot of these in the sea، دي موجوده في البحر around Sweden، في السويد. After people have eaten، بعد ما بياكلوا، they usually go for a walk، بيخرجوا يتمشوا. Nobody goes to bed، محدش بينام before 12 o'clock، قبل الساعة 12 on this special day. There is sunshine until very late at night، الشمس بتفضل ساطعة لحد وقت متأخر بالليل. In Sweden at this time، في الوقت ده من السنة. In the north، في الشمال، it doesn't get dark at all، الجو ما بيضلمش خالص. It can be difficult to sleep، عشان كده صعب ان هم يناموا. To help them، عشان نساعدهم ان هم يناموا، عشان نساعدوا نفسهم ان هم يناموا، people should find the room، لازم يلاقوا مكان that is not very light، مش مضيء، مكان مظلم يعني. خد بالك هيسألك على كلمة them اللي تحتها خط، يعني وانت بتقرأ كده ارجع لها تاني، شوف بيقول ايه. It can be difficult to sleep، صعب ان هم يناموا. To help them، عشان يساعدوا نفسهم، people should find the room، لازم يلاقوا مكان that is not very light، مكان مش مضيء. طيب نشوف مع بعض الاسئله بتاعه الباسج. ومعانا تليفون. شاهد، معانا شاهد. هلو شاهد، هاو ار يو؟ I'm fine thank you. شاهد، انت من المنصوره؟ اه. اهلا بيك يا شاهد. طب عندك اسئله؟ اه، عندي 3 اسئله. طب اتفضلي يا شاهد، قولي يا شاهد. أول واحد write what you would say. مواقف يعني. تفضلي. You tell your friend about trees. You tell your friend about trees. About what? Trees. Streets. شوارع. Streets. Of Cairo. كملي يا شاهد. كايرو in the past and nowadays. In the past and nowadays. تمام. سؤال جميل قوي يا شاهد، هو سؤال مواقف بس عاوز تفكير يعني، عشان كده دايما احنا بن 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 دايما بنفكر الطلبه ان لازم to put your own opinion او to have your own opinion، لازم يكون عندك راي، لازم تشكل تعبر رايك انت يعني. سؤال زي ده حاجة مش مذكورة في المنهج مباشرة، بس عايزني أعمل مقارنة between streets in the past، شوارع القاهرة in the past، في الماضي ودلوقتي، يعني ممكن أقولها إزاي كده يا شاهد؟ هنقول مثلا in the past the streets in Cairo weren't busy. Weren't busy، تمام. But now. But now are busy. Nowadays they are busy. They are busy. تمام كده؟ يعني أنا ممكن أقولها بكذا إجابة، يعني ممكن أقول in the past streets of Cairo، في الماضي شوارع القاهرة were clean and they were not busy، وما كانتش مزدحمة.
today دلوقتي they are busy and they are dirty and dirty they are busy and dirty. يبقى كده عملت مقارنة بين شوارع القاهرة زمان ودلوقتي. طب عندك أسئلة تاني؟ هو في الريدر. الريدر تمام. Do you think Square Garden was grateful to Black Beauty? صح كده السؤال؟ صح. تمام. Why؟ وواي كمان ونقول لك ليه واي كمان. تمام. السؤال بيتكلم معنى السؤال يا شاهد بيقول هل سكوير جوردن كان ممنون؟ كلمة grateful دي يعني ممنون أو شاكر أو شايل الجميل يعني بتاع بلاك بيوتي وليه؟ اتفضل مستر محمد. هو طبعا يا شاهد بلاك سكوير جوردن سانكت بلاك بيوتي توايس، شكر بلاك بيوتي مرتين. The first time when Black Beauty saved them on the bridge. تفتكر انت طبعا الموقف ده لما Black Beauty stopped and didn't cross the bridge and after that they found that the bridge was broken. لما عرفوا ان الكوبري ايه مكسور. This is the first time. دي المرة الاولى. يبقى هنقول yes he was grateful because Black Beauty saved them on the bridge. والسكند تايم وين بلاك بيوتي سيفد هيز وايف. يا ريت نكتبها مستر محمد. يعني هنقول يعني انا عايز هنقول يس تعرفها زي الطلبه كلهم برضه يعني معنى كده يا شهد النموذجيه ليها يس هي واز جريتفول جريتفول بيكوز بيكوز بلاك بيوتي بلاك بيوتي سيفد زم انقذهم on the broken bridge على الكوبري الايه المكسور دي اول حاجه. والحاجه الثانيه and he saved his wife his wife انقذ زوجته كمان لما راح جاب لما راحوا كانوا رايحين يجيبوا الدكتور. يبقى دول يا شاهد موقفين لبلاك بيوتي خلوا سكوير جوردن يشكره او تو بي ثانكفول فور هيم او جريتفول. تمام كده يا شاه. طب عندك اسئله تاني؟ ثانيه. طب تمام بس يا ريت سريعا يا شاه. سؤال what was strange about Mary Leigh's behavior? Mary Leigh's behavior. behavior نكتبه كده مستر صبحي بسرعه كده. What was strange about Mary Leigh's behavior Mary Leigh's behavior. هو بيتكلم على سلوك ميري ليجز. ايه اللي كان غريب في سلوك ميري ليجز؟ هو يعني طبعا ميري ليجز اتفضل مستر محمد. هو طبعا behavior يا مستر صبحي اللي هو السلوك او التصرف يا شاه. وانت عارفه ان ميري ليجز يعني هي واز فاني صح كده؟ الاساس ان ميري ليجز واز فاني اند ذير واز ا سيتويشن. كان في موقف بقى وين ميري ليجز wanted to teach the boys a lesson. لما حب يدرس او يعلم الطلبه درس so he threw the boys off. لو القى الاولاد على الارض because they wanted him to continue walking and he was tired. لما كان هو كان عايزينه يكمل السير وهو كان تعبان فهو حب ان هو يعلمهم درس so he threw them off. يبقى ممكن نقول ان الغريب ان he wanted او he threw the boys off. he threw the boys off because he wanted to teach them a lesson. وطبعا نفتكر في الواقع دي يا شاهد ان ميري ان جينجر طلبت منه قالت له why didn't you kick them ليه انت ما يعني لم تركلهم لم تركلهم ليه. لكن ميري ليجز قال لها I only wanted to give them a lesson حبيت بس ان انا اديهم درس. وكمان حتة مهمة جدا ان he was afraid ان ممكن لو عمل تصرف زي كده مستر صبحي يتباع his owners يعني would sell him هيبيعوه. تمام يا شاهد فهمت السؤال؟ ماشي. طب في اي اسئلة تاني؟ عاوز اشارك تشارك في اسئلتنا. طب مستر محمد سؤال لشاهد كده ممكن نقول لشاهد كده
سؤال يكون برضو في الـ في السيتويشنز. يعني يا شاهدي بيقول لك ايه، يور فريند انفايتس يو تو لانش وبعدين مطلوب ريفيوز بولايتلي، ارفض دي، طالب مني ان انا ارفض الدعوه، وده موقف بيتكرر كتير جدا في الاسئله. يا شاهدي يلا شاركي معانا بقى في الاجابه. طيب اقول I'd love it but I can't because I will visit my grandparents. اه يعني اقول I'd love to I'd love to but I can't. كده انا رفضت. Because I'm busy or because I have a lot of homework. Because مثلا I have an exam. او اقول I'm visiting my uncle، انا هزور عمي. تمام؟ بلاش I will visit، خليها I'm visiting. تمام كده يا شاهد؟ بنشكرك جدا يا شاهد على مشاركتك. Thank you شاهد. Keep watching our program، تابعينا دايما. هنرجع تاني للباسج، القطعه بتاعتنا احنا قرانا الباسج، نشوف مع بعض الاسئله. طبعا بيجي لي نوعين من الاسئله، اول سؤال اول نوع اللي هو الاوبن اندد كويستشن، نشوف مع بعض. What do most people do in June in Sweden؟ معظم الناس بتعمل ايه في السويد في شهر يونيو؟ طبعا احنا قرأناها في الباسج، نشوف مع بعض الإجابة. Most people go on a trip to the country، بيذهبوا في رحلة للريف with their family، مع أسرهم with their families. تاني they go on a trip to the country with their families. What are herring؟ herring ده احنا قلنا it's a kind of fish، نوع من السمك، salted fish. Why do you think people don't go to bed early in June in Sweden؟ ليه الناس ما بتنامش بدري في السويد في اليوم ده في شهر يونيو بالذات؟ ليه ما بيناموش بدري؟ احنا قلنا لان الشمس بتبقى طالعه طول اليوم، بيبقاش فيه ظلام، فما بيعرفوش يناموا. نشوف مع بعض الإجابة. Because there is sunshine، في شمس ساطعة until very late at night، لحد وقت متأخر أوي بالليل. In Sweden at this time، في الوقت ده. أوكي؟ النوع التالي من الأسئلة، احنا لاحظوا إن احنا لسه في الباسج، لسه في القطعة. النوع التالي اللي بيجي لي في القطعة سؤال choose the correct answer. The main idea of the passage is about، الفكرة الرئيسية للقطعة بتتكلم عن switch food، ولا the longest day in Sweden، أطول يوم في السويد، ولا holidays in Sweden، احنا بنتكلم هنا عن الأجازات أو في السويد، ولا switch flowers، الورد في السويد. مستر محمد، حكاية المين ايديا، الفكرة الرئيسية، يعني عايزين نأكد عليها قوي. المين ايديا ازاي الطالب يطلع الفكرة الرئيسية للباسج؟ هي طبعا بتيجي ساعتها الصبح كمان، مش تشوز بقى اللي عايزين الطلبه يبقوا حارسين قوي ان هو ممكن يكتبها بنفسه. اللي هو يعني هو اللي بيقولها من فكره. تمام. طبعا المين ايديا اللي هي الفكره الرئيسيه، المفروض ان انا لما اقرا كومبريهنشن بقدر اعرف التوبيك الرئيسي او الموضوع الرئيسي للكومبريهنشن دي، وبالتالي اقدر احدد اليونت الكومبريهنشن بتتكلم عن ايه. تمام. يعني احنا لو لاحظنا الكومبريهنشن اللي قدمناه دلوقتي، الموضوع كله بيدور على اللي هو ذا لونجست داي ان سويدن اند ذات بيبل سيلبريت ات اند سو اون. تمام. يبقى بيتكلم على ذا لونجست داي ان سويدن، يبقى الفكره الرئيسيه للباسج هنا اطول يوم ان سويدن في السويد. The underlined word them refers to، انا قلت لكم عليها واحنا بنقرا الباسج، كلمه them هنا بتشير لتشيلدرن، ولا people without a house، ولا children without families، ولا مستر محمد people in Sweden؟ هي طبعا people in Sweden. يبقى الكلمه ذم هنا عايده على people in Sweden، الناس في السويد، هم اللي بيجدوا صعوبه في موضوع النون، people in Sweden. دلوقتي وصلنا الريدر القصة، هنناقش معاكم النهاردة القصة، هنحاول نراجع كده الثلاث فصول بتوع القصة اللي درسناهم في الترم الأول بشكل سريع كده، وياريت تركزوا معانا تكتبوا، احنا مركزين النهاردة على أهم الأسئلة والذات اللي موجودة في نماذج الوزارة. نشوف مع بعض أول سؤال في الباسج، طبعا في القطعة في القصة طبعا بيجي لي سؤال الماتشنج التوصيل. جو جرين، جون مانلي،
سكوير جوردن اند ميسيس جوردن، سكوير جوردن وزوجته، ايرل اند ليدي سميث. نشوف كده كولوم بي، عندي خمس اختيارات. وير بلاك بيوتيز نيو اونرز، الملاك الجدد لبلاك بيوتي. stayed with black beauty until he became better، يعني فضل قاعد مع black beauty لحد ما تحسن. hit the horses near the factory، كان بيضرب الخيول بالقرب من المصنع. ولا stopped singing after beauty became ill. واخر حاجة في الاختيارات عندي had to leave England and we have احمد. هلو احمد، how are you؟ how are you mister؟ I'm fine thanks. احمد where are you from؟ اسك على فكره سؤال سوهاج. اه اهلا بيك يا احمد. احمد تحب تشارك في اسئلتنا ولا do you have questions؟ عندك اسئله؟ انا عندي سؤال. عندك اسئله؟ اه طب اتفضل. اتفضل يا احمد. how did square gordon ask john to take an auto؟ how did square gordon ايوه ask john to take an auto؟ ask ايه؟ مش هاو بقى، who did Squire Gordon ask John Manley، صح كده؟ to take a note to صح. طيب سؤال سهل سهل يا احمد ده، يعني انت عرفته طب ولا انت ما عرفتوش؟ لا حضرتك انا مستانس مع اللي جابه منك ومعايا كمان سؤالين. تمام طيب اتفضل. هو طبعا يا احمد تفتكر انت الموقف ده ان سكوير وين مسز جوردن واز ايل، جون مانلي رود بلاك بيوتي تو برينج دكتور وايت. هو كان واخد الجواب ده، السؤال بيقول لك هو السؤال كان بيقول لك سكوير جوردن كان بعت الخطاب ده لمين؟ كان بعته مع بلاك بيوتي، كان واخد الخطاب ده ورايح لمين؟ جون كان واخد سكوير جوردن كان واخد بلاك بيوتي ورايحين يودوا الخطاب ده لدكتور وايت. دكتور وايت. دكتور وايت اللي هو كانوا عايزين يجي يعالج زوجة سكوير جوردن. تمام كده؟ تمام. طب السؤال الثاني اتفضل. Do you think سكوير جوردن see unblessed with you at first why؟ طب بالراحة علينا كده يا أحمد، إيه الحد do you think سكوير جوردن بعدها إيه بقى؟ بعد كده سي unblessed سي ايه؟ unblessed سي ايه؟ معلش قولها تاني. unblessed سيم، انت قلت يبقى دي سيم بقى، سيم وبعدين unblessed. unblessed with you at first why with مش وين بقى with you green with you you at first at first why. تمام. وصل السؤال يا do you think square gordon seem pleased pleased ولا ايه؟ unbleased. تمام ماشي اتفضل يا مستر احمد. طبعا يا احمد تفتكر ان وين جون مانلي بروت، لما جون مانلي احضر جو جرين تو بي هيز هيلبر عشان يبقى مساعد معاه، طبعا سكوير جوردن ووز unpleased او نوت بليزد، سكوير جوردن ما كانش راضي عن الموضوع ده. ليه بقى؟ لو حتى قلنا واي نقول because he thought جو جرين was too young، يعني نكتب برضه يعني هنقول بلون تاني حتى عشان yes he was unpleased. ده كده انا رديت على ايه؟ على do you think. طب ليه بقى ما كانش مبسوط؟ الريزون بقى اللي هقوله because he thought كان يعتقد او يرى يعني ان جو جرين was young. جو was young. was too young. young. يعني هو كان شايف ان جو جرين صغير في السن، سن 14 سنه، فشايف ان هو صغير يعني ما ينفعش يشتغل في التوقيت ده. تمام. طب عندك اسئله تاني؟ لا هشارك. تشارك. طب تشارك في اسئله عندك اسئله؟ عندي سؤال ممكن بس صبحي واضح ان احمد بيحب الريدر القصه. ما انا عايز نسأله. فعندي سؤال في الستوري يا احمد بيقول واي او في بيقول وات، وده سؤال مهم جدا، ديد جو دو رونج. معلش حضرتك السؤال الثاني. وات ديد جو، السؤال على الشاشه قدامنا يا احمد، وات ديد جو دو رونج، ايه الخطا اللي ارتكبه جو جرين؟
اول ما جه مش كان ولد صغير وما بيعرفش يشتغل ويتعامل مع الهورس. ده سؤال مهم جدا يا احمد. فاخطا خطا كده. ايه الخطا اللي اخطاه؟ انه احضر ميه بارده البلاك بيبي. طب عايزين بقى الكلام ده ان انجلش، بالانجلش انجلش. نقوله بالانجلش بقى انه جاب كولد ووتر وكده. هو عمل ثلاث اخطاء يا احمد، عمل ثلاث اخطاء صح؟ نقولهم مع بعض. طيب اول حاجه هي ديدنت كفر بلاك بيوتي. هي ديدنت كفر بلاك بيوتي. ايوه وذ ا بلانكت. وذ ا بلانكت بلانكت ما حطهاش البطانيه. ادي اول حاجه يا احمد صح كده؟ تمام. هي ديدنت كفر. قول لها تاني. هي ديدنت كفر بلاك بيوتي وذ ا بلانكت. الحاجه الثانيه هي جيف هيم اللي انت قلتها بقى كولد ووتر. كولد ووتر تمام. ده الخطا الثالث، الثاني قصدي. اند هي ليفت بيوتي الون. تمام كده يا احمد؟ تمام. لما تركه لوحده يبقى انت عندك ثلاث اخطاء. وعلى فكره ده سؤال مهم جدا يا مستر صبحي وبيتكرر كتير جدا في الاسئله، عايزين الطلبه كلهم يهتموا بيه وهيكون موضع امتحان. He didn't cover black beauty with a blanket. He gave him cold water and he left beauty alone. لما ترك black beauty لوحده. تمام يا احمد؟ تمام. بنشكرك جدا يا احمد على مشاركتك and keep watching our program. هنرجع بقى لسؤال الماتشنج بتاع الريدر القصه. جو جرين، هنقول جو جرين ايه يا ترى؟ Were black beauty's new owners ولا stayed with black beauty until he became bitter ولا hid the horses near the factory ولا stopped singing بطل غنى after beauty became ill بعد ما black beauty عقي ولا had to leave England. اكيد طبعا افتكرناها كده. He stopped singing توقف عن الغناء after beauty became ill. طب جون مانلي، جون مانلي stayed with black beauty قعد مع black beauty until he became bitter. Squire Gordon and Mrs. Gordon. Squire Gordon and Mrs. Gordon had to leave England. طبعا اضطروا يسيبوا انجلترا. كلنا فاكرين الحكايه دي ان Mrs. Gordon became ill again، عيد تاني واصبحت مريضه مره تانيه، فالدكتور نصحهم ان هم يسيبوا انجلترا ويشوفوا مكان warm place، مكان دافئ. Earl and Lady Smith، دي اخر حاجه في شابتر 3، اخر حاجه في منهج الترم الاول. Earl and Lady Smith were Black Beauty's new owners، كانوا الملاك الجدد بتاع Black Beauty، هم اللي اشتروا الحصان Black Beauty. نشوف النوع الثاني من الاسئله اللي بيجي لي في القصه. احنا لسه في القصه، احنا قلنا ان بيجي نوعين، شفنا الماتشنج. ثاني نوع بقى answer the following، اجب عن الاتي. Who helped Black Beauty to learn to pull a carriage؟ مستر محمد عايزين نعمل مراجعه بقى على الثلاث فصول سريعا كده. كده بقى احنا بادئين من البدايه. تمام. انا مرتب الاسئله حتى من البدايه، الحاجات المهمه من البدايه. مين ساعد Black Beauty؟ طبعا his mother helped him to pull the carriage. تمام. His mother، يبقى اللي ساعد Black Beauty to pull a carriage، اللي ساعده يتعلم ان يشد العربيه، هي his mother، مامته. What advice did his mother give when he grew up؟ ايه النصيحة اللي نصحتها له لما كبر؟ She advised him، قالت له ايه يا ترى؟ She said the harder he worked the kinder people will be to him. The harder you work، قالت له كل ما تشتغل اكتر كل ما الناس هتعطف عليك اكتر. تمام؟ She said the harder he works the kinder people will be to him. What did you offer the driver؟ في شابتر 3 جو عرض على السواق ايه يا مستر محمد؟ ده سؤال بقى صعب يا مستر صبحي. ليه طيب؟ ده سهل خالص. ده اللي من بين السطور. لا. ده طبعا احنا عارفين الواقعة بتاعت الرود درايفر. اللي هو السواق اللي هو كان سلوكه مش كويس مع جو جرين. اللي كان بيضرب الخيول. هي ووز هيتنج ذا هورسز وذ ا ويب، اللي هو كان بيضرب الخيول. ويعني لو معانا فون كول يا مستر صبحي طالب هو يقول كول. هستاذنك يا مستر محمد. هلو هاو ار يو؟ هلو واتس يور نيم بليز؟ دارين. دارين دارين صح كده؟ تمام يا دارين، اهلا بيكي. دارين دو يو هاف كويستشنز، عندك اسئله؟ يس اي هاد. جو اهيد اتفضلي. في القصه جايب لي واي واز جون هابي تو هاف ا هيلبر
who was 14 years old. تاني مرة تاني من الأول معلش. Was. Why was John happy to have a helper who was 14 years old? Why was. Why مستر محمد why was. تمام سؤال جميل قوي. To have a helper who. Who was 14 years old. تمام. تمام يا دارين. Why was John happy to have a helper who was 14 years old. اتفضل مستر محمد. هو طبعا يا دارين انت عارفه ان جون مانلي started work with Squire Gordon when he was 14. So he wanted to do the same thing with Joe Green as Squire Gordon did with him. يعني عايزين نقولها بقى ان هو نقول because باختصار كده مستر محمد because he wanted تمام كده to help Joe Green. He wanted to help Joe Green as Squire Gordon helped him in the past. تمام كده يا دارين؟ أنا عندي أسئلة تانية سؤال كمان. اتفضل. طيب. Yes, go ahead. برضه بيقول لي do you think that 14 is too young to learn to do a job? Why? Why not? طبعا ده critical thinking كلها اسئله دارين كلها اسئله critical thinking جميله قوي يا دارين. طب ممكن نفكر فيها مع بعض. يعني do you think 14 years old boy could start work؟ يعني هل ممكن ولد عمره 14 سنه يبدا عمل في المرحله دي او في الوقت ده؟ يعني انت انا عايزك انت to give your own opinion. اسئله تفكير. هو انا كتبت حاجه يعني انت انا عايزك تقولي اجابه ومستر محمد هيقول اجابه وممكن انا اقول اجابه ثالثه كمان. تمام. اتفضلي. انا كتبت no because John learned everything when he was 14. طب السؤال كان ايه اصلا؟ قولي السؤال تاني معلش. بتقول do you think 14 years old is a good age؟ انت قلتي good age؟ لا انا قلت do you think that 14 is too young too young to learn to do a job why تمام. Why not؟ تمام. انت بقى قلتي no ان 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 too young دي مش لا انت بتعترض على بتقولي no it is he is not too young هو كده مش صغير قوي because John Manley started work بدأ شغله when he was 14. جميل قوي ده رأيك انت تمام؟ طيب احنا ممكن نجاوب بطريقه ثانيه برضه استاذ محمد يعني اصل ده سؤال كريتيكال ثينكينج انا مثلا فروم ماي بوينت اوف فيو من وجهه نظر انا اي ثينك اتس باد ثينك ده شيء مش كويس تو ستارت ورك ات ذيس ايج ان يبدا شغل في الوقت ده بيكوز هي واز ستيل ا تشايلد كان لسه طفل دو يو اندرستاند فهماني؟ يس فانا الاجابات هنا اوبن حاجه مفتوحه انا من رايي انا اقول اي ثينك اتس ا باد ثينك تو ستارت ورك ات ذيس ايج as he was still a child كان لسه طفل صغير and he must enjoy his childhood لازم يستمتع بطفولته do you understand فهماني كده عايزين نقول لهم يا مستر صبحي الاجابه دي برضو اللي حضرتك بتقولها دي اللي هي ان احنا وعلى فكره I agree with you اتفق مع مستر صبحي يا دارين ان 14 years old is not a suitable age عمر مش مناسب to start a work ده من وجهه نظر انا ومستر صبحي وانت قلت وجهه نظر ثانيه يعني هما الاثنين صح يعني كل واحد بيعبر عن وجهه نظره ويقولها فاحنا هنقول اتس نوت سيوتابل ايج يعني هو مش عمر مناسب بيكوز جو جرين لو اتكلمنا بقى على الريدر تحديدا هاز نو اكسبيرينس ما عندوش يا مستر صبحي خبره اند he is still زي ما مستر صبحي قال لك he is still a child انه ما زال طفل and he needs to enjoy محتاج يستمتع his childhood his childhood اللي هي بطفولته يبقى انت عندك اهو يا دارين اجابه كبيره قوي ممكن بقى تختاري منها الجزء أنا اللي يعجبك انا I like your questions دارين عجباني قوي اسئلتك يا دارين ان كلها في موضوع الكريتيكال ثينكينج I like to give my own opinion and I like you to give your own opinion انا عايزك انت تقولي رايك كل الطلبه to give their own opinions يعبروا عن ارائهم هو ده الهدف اللي احنا بنتكلم فيه في موضوع الكريتيكال ثينكينج التفكير النقدي اسئله انا عندي بس the last question برضه هو critical thinking yes go ahead why do you think John said that Joe Green looked taller تمام نكتبه برضه عشان الطلبه كلها تستفيد منه بس why do you think John said that Joe Green or Joe looked
تولر. تولر هو ما طولش فجأة ولا حاجة، لا بس هو بيقال عليه ان هو دي كومنت من كوتيشن ده ايه؟ اه تمام كوتيشن. اه تمام اتفضل مستر محمد. هو طبعا يا دارين ده يعني زي ما نقول كده التعبير اللي قاله جون مانلي لجو جرين كان يعتبر زي تعبير مجازي، هو لما يقول له يو لوكد تولر مش طبعا هو مش هيطول في اسبوع، لكن هي wanted to tell him that you have become more experienced، ان بقى عنده خبره اكتر، and he learned from his mistakes، وان هو اتعلم من اخطائه. تمام. and he now can do things well، ممكن يقوم بالحاجات اللي مطلوبه منه بطريقه جيده. يعني الاولى he learned from his mistakes. تمام كده يا دريم؟ تمام. and became واصبح more experienced، يعني عنده خبرة اكتر. اوكي. طب do you have any other question Dream؟ no thanks I want to share if I can. you want to share okay. طب مستر محمد، طب معانا سؤال كده كنا بنناقش دلوقتي على الشاشة برضو خاص بالستوري، خلينا بقى في الستوري عشان على بعضيها كده. سؤال بيقول what did you offer the driver، هو جو عرض ايه على الدرايفر؟ فاكرة الدرايفر ده؟ فكره. تمام. yeah the driver he offered him to treat the horses kindly. لا مش عرض عليه ان يعامل الحصان كويس، هو عرض عليه ان يساعده ازاي، يعني قال له هساعده. he offered him to help to take some metal off the carriage. yes excellent. تمام. he offered عرض عليه to take some of the metal parts، ان ياخد جزء من الميتال بارز. But the man refused. الراجل رفض كمان الاوفر بتاع جو جرين. yes. تمام كده دارين؟ yeah. طب في سؤال تاني why was ginger coughing؟ why was ginger ايه؟ coughing بيكح. because he was ill. لا ginger مش كان ill. فاكره جينجر كانت when they were at the stable، لما كانوا في الاستابل وحصل حريقه كده. فاكره because the fire was because يعني انت ممكن تقولها بكذا طريقه، نقول because there was a fire كان في حريق، او ممكن اقول اجابه زي اللي موجوده معانا دلوقتي اقول because the air was filled with smoke، يعني الهواء كان مليان with smoke، مليان بالدخان. دارين انت مشاركتك معانا جميله قوي، وبرده يو هاف ا فيري جود اكسنت، الاكسنت بتاعتك جميله قوي، بنشكرك جدا دارين. ثانك يو دارين. اند كيپ واتشينج اور بروجرام. باي. هنكمل اسئله الستوري مع بعض دلوقتي. عندنا سؤال بيقول واي ديد بلاك بيوتي ستوب ات ذا بريدج، ليه بلاك بيوتي ستوب ات ذا بريدج، ليه توقف عند الكوبري؟ هي ستوبد ات ذا بريدج بيكوز he felt that there was something wrong، كان بيعتقد ان في شيء خطا. طيب مستر محمد بقى يعني احيانا كده يعني لو حد عايز يصطاد من بين السطور كده يقول what is that thing، ايه الشيء الرونج ده اللي بلاك بيوتي حس بيه. يعني هو مذكوره في الستوري كده ان يعني بلاك بيوتي بيقول I felt something wrong، حسيت ان في حاجه غلط عشان كده واقف. طب ايه الحاجه الخطا لو قال له what do you think مثلا؟ what do you think the wrong thing. the wrong thing طبعا هي يعني ممكن نقول he could feel، هو ممكن يكون شعر that the bridge is not safe، ان الكوبري ذات نفسه it's not safe to cross the bridge. it's not safe. تمام. طب نشوف السؤال اللي بعديه بيقول ايه يا ترى what did the police do with the driver who hit the horse، البوليس عمل ايه مع السواق اللي كان بيضرب الخيول؟ the police عمل معين، نشوف مع بعض يا ترى. they sent him to prison، دخل السجن for 2 or 3 months، شهرين او 3 شهور. what did John say to the doctor and what did he give him، جون قال ايه للدكتور واداله ايه يا ترى؟ طبعا احنا من شوية كنا قلنا اداله النوت كده زي خطاب كده او رسالة قصيرة. he told him that Mrs. Garden was ill، قال له ان Mrs. Garden كانت مريضة. he gave him a note، واداله رساله قصيره كده او ملحوظه. how did you lack experience، كلمه lack بمعنى يفتقد، ازاي جو كان بيفتقد الخبره، ما عندوش خبره التعامل مع الخيول. he didn't know what a horse needed after running، ما كانش عارف الخيول بتحتاج ايه بعد الجري.
احنا اعتقد مستر محمد كده غطينا جزء كبير من الستوري. تمام. يا ريت مستر محمد السؤال التالي اللي بتشوفه مع بعض سؤال تشوز ذا كوريكت انسر، ازاي الطالب يتعامل معه؟ هو تشوز طبعا يا مستر صبحي الاسئله مهمه جدا وعايز حرص كبير جدا من الطلبه، لان طبعا البوسيبل انسر از اونلي وان، الاجابه الممكنه هي اجابه واحده فقط من التشويسز اللي عندي، بيبقى عندي فور تشويسز، ولازم الطالب يقرا الجمله كويس جدا جدا، ويا ريت ما حدش يستعجل. احنا نتمنى للطلبه يعني تو ريد ذا سنتنس تيل ذا اند، اقرا الجمله لغايه نهايتها واقرا الاختيارات وافكر في الاول في الجمله قبل ما ابص على الاختيارات. دي حته مهمه جدا. تمام. يعني في طلبه بيستعجلوا شويه، اقرا الجمله وابص على الاختيارات واعرف الجمله معناها ايه. تمام. Dear friends wait for us، انتظرونا، we'll back to you after a very short break. هلو دير فريندز، ويلكم باك، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنتكلم معاكم حلقه الفاينل ريفيجن مراجعه النهائيه. قبل الفاصل ناقشنا مع بعض 4 كويستشنز، اربع اسئله، هنكمل معاكم السؤال الخامس في الامتحان، سؤال مالتيبل تشويس، مطلوب ان انا اركز في الاسئله زي ما مستر محمد قال لنا، وراجع الكلمات قوي قبل الامتحان لان المنهج جديد فيه كلمات كبيره شويه او جايز تكون صعبه شويه. هنشوف مع بعض اول سؤال عندنا في المالتيبل تشويس، بتقول باسكت بول از ا بوبولار سبورت dots I prefer tennis. مستر محمد عندنا الاختيارات in addition, so, however, and because. طبعا دي جملة مستر صبحي فيها contrast اللي هو التضاد. هي طبعا بتقول basketball is a popular sport، يعني هي رياضة شعبية، هي رياضة شعبية معروفة او كده، وفي الجزء الثاني من الجملة بتقول I prefer tennis، وهي اللي بقول عليه ان احنا نفهم الجملة الاول. فبالتالي لما استخدم جمله عشان اعمل كونتراست، لو معانا فون كول، معانا تليفون. الو، هاو ار يو؟ الو، ام فاين ثانك يو، يور نيم بليز، اسمك؟ ماي نيم از امنيه. امنيه، هاو ار يو امنيه؟ اي ام فاين ثانك يو. امنيه، دو يو هاف كويست، عندك اسئله؟ يس اي هاف، جو اهيد، اتفضلي. رايت وات يو وود سي ان ايتش اوف ذا فولوينج situations، مواقف. تمام، اتفضلي. اول نقطه، you are worried because your friend in is in a hospital. because يا مستر محمد، because your ايه friend in the hospital. Your friend is in hospital. is in a hospital. تمام، yes. طب نجاوب السؤال الاول وبعدين نشوف بقيه الاسئله. You tell your friend about. لا ثواني، طب هنجاوب السؤال ده الاول، السؤال ده واحد واحد جه عشان زمايلك يفهموه. طيب طبعا انت بتقولي you are worried because your friend is in hospital، يعني انا بعبر عن قلقي عشان صديقي في الايه في المستشفى. اقول ايه بقى؟ I am worried because my friend is in hospital. I am worried. تمام، صح. about، او بلاش because، ممكن I'm worried about my friend. I'm worried about my friend. ماشي، شكرا. عندي السؤال الثاني بقى. طيب اتفضلي. You tell your friend about streets of Cairo in the past and nowadays. احنا جاوبناه في اول الحلقه النهارده، نفس السؤال ده جاوبناه في اول الحلقه. احنا انت بتقول لصاحبك عن شوارع القاهره زمان وشوارع القاهره دلوقتي. فاحنا قلنا streets of Cairo were clean in the past، were clean in the past، streets of Cairo were clean. Nowadays دلوقتي او today streets of Cairo are not clean او are busy، مزدحمه. ممكن نكتبها مستر صبحي؟ اه، يعني ممكن نقول in the past. معانا يا اغنيه؟ اه معاك. streets in Cairo where مثلا quiet، كانت هاديه، هاديه، and clean، and clean. Today or now. Nowadays بقى. They are busy and not clean. تمام كده؟ فاهمها يا أمنية؟ سؤال واحد بس اسأله. اتفضلي. Do you think that Mr. Square Gordon and his wife wanted to live in England? Why? Do you think that مش لازم ذات مستر مسز جورد مستر جوردن اند هيز وايف مستر اند مسز جوردن تمام بل وونت وونتد تو ليف انجلاند صح كده يا امنيه؟ ايوه صح. وونتد تو ليف انجلاند اند واي؟
انت بتعتقد ان مستر اند ميسيس جوردن وانتد تو ليف، ايه كان عايزين يسيبوا انجلترا وليه؟ اتفضل يا مستر محمد. اي ثينك طب ماشي اتفضلي. ما كانوش عايزين يسيبوها يعني. يعني تقولي نو اي دونت ثينك سو. تمام. واي بقى؟ اتفضل يا مستر. لو احنا الاول هنقول يا امنيه هنقول نو بيكوز اتس زير كانتري اند زي اونلي وود ليف ات، يعني هما كانوا هيغادروها بس بيكوز Mrs. Gordon was ill. تمام كده؟ يعني هم ما كانوش عايزين يسيبوا انجلترا بس هم بيسيبوها غصب عنهم. مضطرين. في كلمه جميله قوي في الجزء ده ممكن نقول unwillingly. unwillingly بمعنى بدون رغبه منهم. نكتبها برضو مستر محمد. تمام. unwillingly اقول no but unwillingly they would leave it. لا يعني بدون رغبة منهم هم غصب عنهم يعني they would leave it، هيسيبوا انجلاند because Mrs. Gordon was ill. طب في اسئلة تانية يا امنية؟ Thank you very much mister. You're welcome امنية and keep watching our program. مستر محمد احنا كنا بنتكلم في الجزئية ده كنا بنتكلم على contrast تناقض، الجملة فيها تناقض. حد بيقول basketball is a popular sport dots I prefer tennis، هيقول ومع ذلك انا بفضل التنس. however I prefer tennis. to dots is to do something that interests people، حاجة بتسعد الناس او بتسلي الناس. to enter ولا entertain. voice or to recognize، اما اجي اكون واحد بيعمل حاجه كده بتسعد الناس او بتسليهم، كلمه يسلي او يستضيف اللي هي entertain. to entertain the verb بمعنى يسلي. to entertain is to do something that interests people. he can't speak Arabic. he don't be Egyptian. مصري. must can't has to or should. مستر محمد ده deduction استنتاج. طبعا هنا I am sure that something is not found، حاجه ما عارف ان هي مش موجوده، فبقول هو ما بيتكلمش عربي يبقى اقول he can't be. he can't be Egyptian يعني اكيد هو مش مصري. هو لاحظوا بس ان انا في لو انا متاكد ان هو مصري هقول must be، انا مش متاكد هقول might be، لو انا متاكد ان هو مش مصري هقول can't be. تمام؟ يبقى متاكد من شيء في الاثبات must be، انا مش متاكد اقول might be او maybe، لو انا متاكد بس بالنفي بقى بالعكس اقول can't be. طب I'm looking forward to dots London. بيقول انا اتطلع لزياره لندن. كلمه look forward to، look forward to visit، visited، visiting and visits. مستر محمد هو بس احنا عايزين ناكد عليها عشان الطلبه متعودين ان تو بيجي بعدها المصدر. هو طبعا تو في الحاله دي از فولود باي فيرب اي ان جي او اي ان جي فورم. تمام هيجي بعدها اي ان جي. وهي بالمناسبه دي يا مستر صبحي احنا عايزين نقول للطلبه ان عندنا في المنهج عندنا لوك فورورد تو، وعندي ان اديشن تو اللي هي الحاجات اللي ممكن يكون فيها تو اي ان جي. وايضا بي يوزد تو. بي يعني فيرب تو بي مع يوزد تو اللي هي بمعنى بتعبر عن هابت. هابت دي بيجي بعديها كلها اي ان جي فورم اللي هو اي ان جي في الفيرب. تمام. يبقى هنا هنقول I'm looking forward to visiting. I'm looking forward to visiting London يعني انا اتطلع لزياره لندن. I'm looking forward to visiting London. My brother Dot's muscles are strong carried the heavy bag. كلمة muscles على فكرة معناها عضلات، يعني عايز أقول أخويا اللي عضلاته قوية. who which وعندنا كمان where. أنا لاحظوا في الجملة كلمة جاي بعدها muscles، أخويا اللي عضلاته، هنا في position ملكية فأقول whose. My brother whose muscles are strong carried the heavy bag. Yesterday I was late for school. امبارح كنت متأخر عن المدرسة.
So I don't take a taxi. اضطريت اخد تاكسي. يعني انا بعبر عن ضرورة في الماضي عند must, have to, has to, و had to. اما نيجي نعبر عن ضرورة في المضارع مستر محمد بنستخدم must او have to او has to. طب في الماضي بنستخدم had to. في الماضي تبقى had to. يبقى هنا الجملة فيها yesterday فاقول I had to take a taxi. اضطريت اخد تاكسي. There are dots where people wear colorful costumes. الناس بتلبس فيه زي ازياء ملونه. الناس امتى بتلبس ازياء ملونه؟ In parades ولا schools, hospitals ولا tombs. tombs ال be silent على فكره المقابر. يبقى there are yes parades. parades اللي هي الموكب مواكب الاحتفالات. there are parades. معانا اسماء من اسيوط. هلو اسماء, هاو ار يو؟ حسناء. حسناء, سوري حسناء, ازيك يا حسناء؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله. حسناء عندك اسئله؟ ايوه كان معايا سؤال في القصه. اتفضلي يا حسناء. جو واز بليز ويز جون واز بليز ويز جوك جوكين جيف اكزامبل. قولي تاني معايا. اجين حسناء. جون was pleased. was ايه؟ was pleased. pleased. With Joe Green. With Joe Green. Give example. Give example. كان مبسوط من جو جرين. هات مثال على الحكاية دي. تمام. سؤال ذكي قوي مستر محمد. اه سؤال جميل طبعا. يعني هي تعتبر الإجابة بتاعت السؤال ده في سؤال كان حد من أصدقائنا اتصل من شوية سأل عليه. يعني السؤال بتاعك إجابته في السؤال اللي هو كان قاله. اتفضل مستر محمد. هو طبعا أنت عارف يا حسناء إن جون مانلي wanted جو جرين to be his helper and to learn new things. وطبعا يعتبر جون مانلي كان مبسوط او فرحان بجو جرين when he reported the road driver to the police. when he, يعني نقول الإجابة بقى, when he reported the road driver. أيوة, the road driver to the police. Yes, the road driver to the police. تمام كده يا حسناء؟ تمام. طب do you have any other question؟ لا شكرا. طيب شكرا يا حسناء. هنرجع نكمل اسئله المالتيبل تشويس مع بعض. عندنا جمله بتقول there were about 20,000 dots at the football match. كان في 20,000 ايه في مباريات كره القدم. trainers, spectators, referees or players. نفكر مع بعض كده. في 20,000 ايه في الاستاد بيتفرجوا على الماتش. 20,000 كلمة متفرجين. spectators. there were about 20,000 spectators at the football match. our team is playing well but our dots are playing better. مستر محمد انا شايف الكلمة جديده شويه على الطلبه. وطبعا احنا الجمل تشوز دي يا مستر صبحي بتدي فرصه للطلبه ان هم يتذكروا الفوكابلري اللي عندنا. تمام. عندنا كلمه opponents, spectators, managers and referees. يعني عندنا كلمه ريفري اللي هو someone who control a match اللي هو الحكم. وطبعا manager someone who runs a company. ده المدير. مدير شركه. spectators لسه قايلينها people who watch sport or any competition in a stadium for example. عندنا كلمة بقى opponents اللي هو someone who is against you. يعني ده rival. rival يعني بمعنى opponents اللي هو المنافس بتاعنا. يعني فريقنا بيلعب حلو بس المنافسين بتوعنا بيلعبوا احسن. Our opponents are playing better. بيلعبوا احسن مننا. اوكي؟ يعني تعتبر زي كلمة rival, منافس. منى gave dots a book to her sister. for her sister, her sister ولا hers. موضوع الترانسيتيف والانترانسيتيف فيربس. احيانا بعض الطلبه بيقولوا امتى نجيب الانسان او المفعول الغير مباشر الاول ولا اجيب المفعول المباشر وامتى اجيب حرف الجر. فيها شويه لخبطه. هو هنقولها بطريقه بسيطه جدا يا مستر صبحي. بحب ان الطلبه يعرفوها. لما يكون عندي ترانسيتيف اللي هو الفيرب الترانسيتيف, لو جبت بعديه البيرسون
يبقى بجيب بقى دي السنج على طول بدون بدون حرف جر. يعني انا احفظها كده لما يبقى الشخص الاول يبقى ما بحطش 2 او 4. تمام. لكن لو جبت الترانسيتيف اللي هو الفعل المتعدي زي ما احنا بنقول وجبت السنج او الغير عاقل الاول يبقى في الحاله دي يا اما استخدم 2 او استخدم 4 وبعدين اجيب البيرسون. يعني يا ريت الطلبه يكتبوها يا ريت تكتب القاعده دي كده سهله وبسيطه كده عشان تلخص لنا الموضوع. يعني طول ما هو الشخص هيبقى يكون هو اللي الاول يبقى اجيب بعديه السنج على طول يبقى ما فيش 2 او 4. لكن لو انا عايز اقول الشيء الاول وبعدين اقول 2 واجيب الشخص في الاخر يبقى لازم يكون في فاصل بينهم 2 او 4. يعني لما اقول ايه اي جيف احمد ماي بوك يبقى هنا ما فيش 2 او 4. لكن لما اجي اقول اي جيف ماي بوك يبقى 2 احمد. تمام تمام. اند وي هاف ا كولر. هالو زهير. زهور. هالو زهور هاو ار يو؟ هالو مستر. ام فاين ثانكس. زهور دو يو هاف كويستشنز؟ عندك اسئله تحبي تشاركي بيها معانا؟ ايوه عايزه اتسال. تتسالي تمام. طب شايفه الجمله اللي معانا على الشاشه دلوقتي يا زهور؟ هي جيف دوتس ا بوك. انا عايز اقول هي جيف دوتس ا بوك تو هير سيستر ولا فور هير سيستر ولا هير سيستر ولا هير هير سيستر. هير سيستر تمام. منى جيف هير سيستر ادت اختها كتاب. احنا قلنا القاعده من شويه ان انا لو جبت الشخص العاقل اجيب بعد منه شيء وخلاص. طيب في سؤال تاني بيقول if عمر worked dot this difficult sum he would be given an award. لو عمر حل المساله دي هياخد مكافاه. worked in ولا out with out. تمام برافو. ده انت واضح ان انت ممتازه يا زهور عارفه البريبوزيشنز حروف الجر كويس. ورك. طب معناها ايه بقى ورك اوت؟ معناها يحل مثلا زي دو سم. تمام برافو برافو عليك يا زهور. تو ورك اوت سمثينج ان انت تجاوبه او تجاوب تحل السؤال ده يعني. تمام. طب في سؤال تاني برضو ماس دوتس ويتش ستودنت ستادي ات سكول از ا ديفيكالت سبجكت. على فكره هي متجاوبه ويتش. ماس ويتش هي الاجابه ظهرت اساسا فهي ماس ويتش لان ده طبعا شيء او غير عاقل. مستر محمد انا شايف في عندك سؤال. لقيت زهور طالبه جميله جدا ومتميزه ففي جمله كده يا زهور تجاوبيها معانا ري رايت هنشوفها دلوقتي مع بعض. It's not necessary to get up early tomorrow it's a holiday. شايف الجمله يا زهور؟ It's not necessary to get up early tomorrow it's a holiday. ازاي بقى نستخدم have to؟ I haven't to get up early tomorrow. I haven't to get up early tomorrow. Or tomorrow it's a holiday. I haven't got. لا. لا. I haven't. لا يا زهور. احنا قلنا زهور متميزة. لا. I don't have to. أيوة. get up أيوة كده. I don't have to. I don't have to. اللي هو lack of necessity. يعني أنا مش مضطر. I don't have to get up early tomorrow. أنا مش مضطر أصحى بدري بكرة. as it's a holiday لانه اجازه. يبقى ده نفي الضروره اللي هو lack of necessity. تمام كده يا زهور؟ ايوه. طب احنا بنشكرك جدا يا زهور وبرده بندي فرصه لزمايلنا ان يشاركوا معانا لو عندهم اي استفسارات وهنبدا معاكم دلوقتي في سؤال الري رايت. السؤال الري رايت في الامتحان بيجي لي احيانا بيبقى ناخد بالنا ان ممكن يكون حاجات خاصه بالجرامر، حاجات خاصه بالسيتويشنز، حاجات خاصه بالستراكشرز اللي درسناها طول السنه. نشوف مع بعض اول سؤال رايت عندي بيقول ايه؟ Is it necessary for her to cook lunch؟ عايز ابدا السؤال ولا مش عايز ابدا السؤال؟ عايز نستخدم have to. You are requested to use have to. هنا بقى نحب ان انتوا تشاركوا معانا، يا ريت تشاركوا معانا في اسئله الرايت بالذات. نفكر شويه، ده سؤال. Is it necessary for her to cook lunch؟ عايز استخدم have to، مش هبدأ بيها خلي بالكم. أنا عايز استخدم have to في الجملة وحافظ على معنى الجملة، وحافظ إنها تفضل سؤال زي ما هي، يعني هي سؤال لازم أطلعها في الآخر سؤال. نفكر مع بعض كده إزاي هستخدم have to مستر محمد. هو طبعًا مستر صبحي عايز أقول للطلبة برضه حتة في الحتة في هدية عشان ما ينسوهاش. لما يكون هستخدم have to في سؤال في اللي هو necessity بستخدم معاه verb to do. Do أو does. اللي هي do. او داز عشان هي تكون في موجوده في المصدر يبقى دايما هستخدم داز. وطبعا احنا عارفين داز بيستخدم مع هي وشي والسنجلر ودو بتيجي مع يو وي زي والبلورال. تمام يبقى انا في الحاله دي ببدا بداز
وبعدين اجيب انا عندي هنا هير فاكيد هتبقى شي. يعني اجيب السبجكت اللي هو شي وبعد كده اجيب هاف تو. يبقى اقول نشوف الاجابه كده مع بعض. Does she have to cook lunch? Does she have to cook lunch? هل هي مضطره انها تطبخ الغداء؟ يبقى is it necessary for her استبدلناها ب does she have to. I congratulated her because she won the prize. عايز استخدم winning. انا winning هنا ing. يبقى انا عشان اجيب ing المفروض ان انا هجيب preposition حرف جر. فنشوف مع بعض الاجابه. I congratulated her on winning the prize. انا هنأتها على فوزها او بمناسبه فوزها بالجائزه. Dina is the girl we helped her. عايزين نستخدم مستر محمد بقى هو وهوم. عايزين نوري الطلبه ازاي هنا في الجمله زي دي ممكن استخدم هو او هوم. جايز جديده شويه كلمه هوم مستر محمد. هو طبعا بالنسبه لهو وهوم دول عارفين ان هم بنقول عليهم يعني ريلاتيف برناونز اللي هي ضمائر الوصل. وده درس خدناه مستر صبحي اللي هو بيستخدمنا فيه هو ويتش وكده. عندي السبجكت هنا دينا بيقول دينا از ذا جيرل وبعدين وي هيلبد هير. يبقى المفروض يعني لما استخدم هو هقول دينا از ذا جيرل هو وي هيلبد. تمام ده اللي هو استخدمته هو هنا بدل الاوبجكت. وهي هوم برضو نفس اللي وهوم يعني احنا عايزين نعلم دينا از ذا جيرل هو او هوم وي هيلبد. طبعا هير الاخيره دي هنحذفها. دينا از ذا جيرل هو او هوم وي هيلب. يبقى استفدنا من السؤال ده عرفنا مستر محمد كان حضرتك بتقول لنا دلوقتي ان هوم بتيجي للمفعول كمان. للمفعول يعني يبقى بدل الاوبجكت. هو بستخدمها للسبجكت والاوبجكت للفاعل او المفعول. هوم بجيبها للمفعول فقط. يعني اقول دينا از ذا جيرل. يعني هقول مثال تاني مش شرط الجمله دي. لو قلت احمد الزمان احمد هو الرجل هوم اي جيف money اللي انا اديته فلوس. whom I gave اللي انا اديته. يبقى انا اديته يبقى هو كده بقى مفعول. whom I gave money whom I gave some money. اوكي طيب نكمل الاسئله. عندنا جمله بتقول نشوف مع بعض السؤال. I think you should visit the museum. اعتقد ان انت المفروض تزور المتحف. عايزين نستخدم recommend. مستر محمد recommend ممكن استخدمها بطريقتين يا مستر صبحي. يعني يا اما اقول I recommend visiting the museum بحيث اجيب بعديها ING او اقول I recommend you visit the museum اللي هيجيب you والinfinitive. تمام. I recommend visiting the museum او زي ما مستر محمد قال لنا I recommend that you visit the museum. They might win the match. عايزين نستخدم perhaps. جديدة شوية مستر محمد. عايزين نعود الطلبة بقى ازاي الستراكتشر بتاع perhaps. فكروا معانا كده ازاي هستخدم perhaps. الجملة فيها might بعبر عن possibility احتمال وعايزني استخدم perhaps. هو يا ريت نكتب حتى القاعدة مستر محمد. هو تقريبا مستر صبحي يعني حضرتك وانا بنفكر بنفس الطريقة لان انا كنت عايز برضه نقول جملة تمام. متعلقة بموضوع might و perhaps وكده خاصة لما بيجي بعدها مستر صبحي الانفينيتيف بقى. تمام عشان الطلبة السنة دي حفظوا might be بس و must be. احنا عندنا perhaps طبعا دي تعبر عن عدم التأكد. بيجي بعديها subject وبعد كده السبجكت بيستخدم ويل بلس انفينيتيف. يبقى دي الطريقه اللي بستخدم بيها بيرهابس بدل ايه بدل مايت. وهنا بقى مستر صحيح ما بتبقاش مايت بي لا مايت وبعدها المصدر مايت والمصدر تمام. الجمله هنا عندي فيها مايت وبعدها وين فعل في المصدر. اما اجيب بيرهابس هبدا مستر محمد قال لنا القاعده بيرهابس وبعدها الفاعل وبعدين ويل زاد المصدر. هنشوف مع بعض الاجابه. بيرهابس they will win the match. ربما ان هم يفوزوا بالماتش. عندنا سؤال بتقول when I was young I played football. لما كنت صغير كنت بلعب كوره. عايز استخدم used. مستر محمد هنتكلم بقى على عندنا الباست هابت ومعانا فادي من سوهاج. هلو فادي هاو ار يو. فادي فادي ريز يور فويس بليز علي صوتك لو سمحت. الو فادي انا How are you? I'm fine, sir. فادي عندك اسئله ولا تحب تشارك في اسئلتنا؟ عندي سؤال. طب اتفضل جو اهيد.
do you think Joe was dreadful to swear word and why or not? طب بالراحة بس كده. Do you think ايه بقى؟ Do you think John was grateful to swear word and why or not? تمام. Do you think John was grateful grateful to Gordon why or why not؟ اسئله جميله قوي بتاع التفكير النقدي دي. طبعا يعني بتدي الفرصه للانوفيشن. عارف انت يا فادي كلمه انوفيشن معناها ابداع او ابتكار، بتساعد الطالب ان يبدع او يبتكر ويقول افكار من عنده. طب بص معنى السؤال يا فادي، do you think John was grateful to Squire Gordon or not. انت عايزك تعبر عن رايك انت. هو جون مانلي كان شايل الجميل لسكوير جوردن وكان بيعترف له بالجميل ولا لا؟ فادي؟ ايوه مستر. طب انت رايك ايه؟ يعني جون مانلي كان شايل الجميل او كان شاكر او ممتن لسكوير جوردن ولا لا؟ ايوه. طب ليه؟ يعني من وجهه نظر عايز اسمع رايك. Because Gordon looked after him. تمام. Because Gordon looked after him. اعتنى بيه when he was young. لما كان صغير. تمام كده؟ يبقى أقول yes he was grateful. أيوة هو كان ممنون ليه. مستر محمد بيكتب لنا الإجابة دلوقتي. اتفضل مستر محمد. هنقول yes because Gordon looked after John and was as his parent. تفتكر أنت يا فادي؟ ان جون مانلي قال لي سكوير جوردن الجمله دي، قال لي يو وير از ماي بيرنت، يعني ان انت كنت احد اكنك او احد كانك باباي. يعني انت اعتنيت بيا كانك باباي. اند ووز از هيز بيرنت اند جيف هيم جود ليفنج، قدم له حياه كويسه. تمام كده يا فادي؟ تمام. شايف الاجابه معانا يا فادي؟ اه. عندك اسئله ثانيه يا فادي؟ اه عندي سؤال. اتفضل. هو السؤال في الري رايت. اتفضل مستر محمد اكتبه على طول. It isn't not necessary. It isn't necessary. For me. Yes, for you. To study today. To study today. استخدم have to. تمام. فادي هو هنا نفي الضروره. It isn't necessary بتساوي don't have to او doesn't او doesn't have to. احنا قدمناها من شويه. اما انا نجي... مش عارف الضمير احوله ليه. لا تستخدم يو برضه يا فادي. استخدم يو. يو لانه يو سبجكت واوبجكت. يو فاعل وفعل. It's necessary for you يبقى اقول يو don't have to. هتقول يو don't have to. وعلى study. وعلى فكره يا فادي لو ما جابلكش فاعل في الجمله خالص، لو ما قالش يعني لو ما حتى ما لو ما كتبش كلمه فور يو برضه هتبدا بيو. يعني لو قلت it isn't necessary to study hard هبدا برضه بيو، ما هعتبر ان هو بيوجه كلام لواحد بيقول له، يبقى لازم اقول يو don't have to get up early او you don't have to study today. تمام كده يا فادي؟ تمام. عندك اي اسئله ثانيه؟ لا شكرا. شكرا يا فادي، بنشكرك على مشاركتك معانا. وهنرجع نكمل اسئله الريرايت. معانا جمله بتقول when I was young I played football، لما كنت صغير كنت بلعب كوره. عايز استخدم used هنا اعبر عن عاده في الماضي، هجيب used to اقول when I was young I used to play football، انا كنت معتاد على لعب الكوره. when I was young I used to play football. Although he ran quickly he didn't win the race. عايزين نستخدم despite مستر محمد. طبعا despite مستر الصبح ده تربط للتضاد. بيجي بعدها ing او noun. تمام. يعني بيجي بعدها ing او noun. اما although بيجي بعدها subject to ايه؟ verb. هي الجمله بتقول although he ran quickly. يبقى لما اجيب despite، يعني حتى نكتب despite كده للطلبه. يا ريت نكتب الاجابه حتى. ماشي. despite جيب بعدها ing اللي هو running. اللي هو جيرند. quickly يعني بقول برغم ان هو جاي بسرعه هي واكمل بقى بقيه الجمله. تمام. طب نشوف مع بعض. عندنا سؤال برضو ريرايت جميل. الجمله بتقول it isn't healthy to lie in bed for a long time، يعني مش صحي ان الواحد يرقد في السرير فتره طويله. كلمه lie بمعنى يرقد. لو طالب مني هنا استخدم كلمه lying. lying ده الفيرب ing اللي هو الاستلقاء
عايز اقول الاستلقاء على السرير فتره طويله ده شيء مش صحي. نقولها ازاي يا ترى؟ شوف ما بعد الاجابه. lying in bed for a long time isn't healthy. lying in bed قاعد في السرير for a long time isn't healthy. ده شيء مش صحي. Do you have a problem؟ حد بيقول do you have a problem؟ وعايز نستخدم كلمة matter. عندي برضو سؤال كده خاص ب do you have a problem بتساوي ايه يا ترى؟ ممكن اسأل واحد اذا كان عنده مشكلة اقول what is the matter؟ What is the matter with you or what is the matter؟ اوكي؟ حسن is interested in reading. He also writes short stories. بيكتب قصص قصيرة. اما اجي استخدم in addition to. In addition to هنجيب بعديها ing. يبقى نقولها ازاي مستر محمد؟ طبعا هنا يعني هستخدم in addition to في البداية. يبقى اقول in addition to reading. Reading حسن is interested in writing short stories. حسن writes short stories. او حسن writes short stories. تمام. In addition to reading بالاضافة للقراءة حسن also او حسن writes short stories بيكتب قصص قصيرة. يبقى in addition to جبت بعد ing وبعدين جبت العبارة التانية او بقية الجملة. عندي بقى ايميل وانا كان يعني هدفي كله ان انا عاوز اوصل معاكم للايميل في حلقتنا النهاردة عشان خاطر في الامتحان الايميل عليه درجة كبيرة. لو جالي ايميل السؤال الاخير في الامتحان ممكن يجيلي باراجراف او ممكن يجيلي ايميل. الباراجراف مطلوب مني ان انا احافظ على شكل الباراجراف. لو جالي بيديني موضوعين بختار منهم واحد. يعني دي ميزة جديدة السنة دي في المنهج بتاعنا ان انا هيجيلك سؤالين هتختار سؤال منهم تكتب فيه الجمل بتاعتك. تحاول نصيحتي ليك دايما لو هتكتب حتى شورت سنتنس جمل قصيرة بس حاول تحافظ ان انت ما تغلطش ما يكونش عندك جراماتيكال ميستيكس اخطاء في الجرامر. تبدا كل جمله بكابيتال لتر حرف كابيتال بننهيها بفول ستوب. تو اندنت ذا فيرست لاين بنسيب مسافه صغيره في اول سطر. لازم يكون في علاقه بين الجمل وبعضيها ما يبقاش جمل كده زي ايسوليتد ايلاندز جزر منعزله. الجمله بتتكلم عن حاجه والجمله بتتكلم عن حاجه ثانيه. لا لازم الموضوع كله يبقى شامل واحد. بالنسبه للايميل هنشوف مع بعض دلوقتي هاو تو رايت. طب في حاجه مستر صبحي بعض الطلبه كانوا بيسالوا عليها يعني هل الايميل ممكن يجي السؤال ايميل وباراجراف واختار ولا لازم اتنين ايميل او اتنين باراجراف؟ عادي لو حتى جه لا هو هيجي يعني لو جه ايميل هيجي ايميل ويختار ايميل من الاثنين. اه تمام. او باراجراف ويختار باراجراف من الاثنين. يعني اما تو ايميلز يا اما تو باراجراف. اه يعني هو اصلا راس السؤال هيقول له رايت ان ايميل اكتب ايميل وهيدوا له الموضوعين تحتها. تمام. او رايت ا باراجراف ويدوا له الموضوعين تحتها زي ما هنشوف دلوقتي. يعني عندي سؤال بيقول write an email of 7 sentences اكتب 7 جمل ايميل من 7 جمل on one of the following في واحد من الموضوعين دول. اول حاجه to your friend هاني تكتب لهاني about your problem with the computer عن مشكلتك في استخدام الكمبيوتر. او تكتب الموضوع الثاني to your teacher مستر نبيل لمدرسك مستر نبيل explaining why you'd like to go to STEM school ليه انت عايز تخش مدرسه المتفوقين اللي هي STEM school. مطلوب مني ان انا اختار موضوع من الاثنين يا اما نمبر 1 او نمبر 2. طب انت فكر شوف ايه الاسهل بالنسبه لك ان انت تكتب فيه جمل بسيطه. ايه الموضوع اللي انت قراته كويس؟ يا ترى هتعرف تكتب موضوع عن مشاكل الكمبيوتر ولا تعرف تكتب عن مدارس الستيم؟ شوف انت تعرف تكتب في انهي واحد واختار الموضوع اللي انت عاوزه. طب يور نيم از عمر بيقول لك اسمك عمر اند يور ايميل ادريس الايميل بتاعك عمر@school.com. على فكره لو ما ادكش ايميل مفيش مشكله خالص هتروح كاتب فروم عمر. ولو ما ادكش ايميل الشخص اللي انت هتبعت له برده مفيش مشكله خالص. لو هو اسمه احمد قلت له احمد وخلاص. طب نشوف مع بعض الايميل. انا اخترت هنا ان انا اجاوب بتاع موضوع الستيم سكول. هنشوف انا شوفوا انا كتبته ازاي ليكو ويا ريت تنقله. عايزك تنقله زي ما هو حتى لو هتصوره سريعا كده عشان ما ياخدش وقت منك وتشوف الايميل انا كتبت ازاي عن موضوع الستيم سكول. طبعا بنبدا ب2 nabil@school.com. انا بعت العنوان بتاع مستر نبيل عملت له ايميل قلت nabil@school.com from عمر@school.com. ده ايميل بتاع مستر نبيل وده الايميل بتاعي اللي هو عمر@school.com. سبجكت الموضوع سميته ستيم سكولز سكول مدارس المتفوقين او مدرسه المتفوقين.
يبقى أول خطوة to from بعدها subject. لازم نحافظ على تنسيق الإيميل، ما ينفعش إن أنا أكتبه بأي طريقة تانية غير كده. لازم أبدأ من على الشمال بتو، تحتيها from، تحتيها subject، ببدأ بقى بكلمة dear. أنا قلت له هنا dear Mr. نبيل، نقرأ مع بعض الإيميل بقى اللي احنا كاتبينه. قلت له how are you، I hope you're well، أتمنى تكون بصحة جيدة. I'm writing this email، أنا بكتب لك الإيميل ده to tell you، عشان أقول لك why I would like to go to STEM school، ليه أنا عايز أروح مدرسة المتفوقين. I'm very good at STEM subjects، أنا شاطر في مواد الستيم اللي هي إيه بقى؟ الإس طبعا عارفين إن هي اختصار ساينس، التي اختصار كلمة تكنولوجي، الإي اختصار كلمة إنجينيرينج، والإم ماث، ساينس تكنولوجي إنجينيرينج أند ماث. STEM schools are special schools، دي مدارس خاصة، which focus on، بتركز على developing students ability، بتركز على تنمية قدرات الطلبة in these subjects، في هذه المواد، المواد اللي هي الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات والعلوم. تمام كده؟ نكمل الباراجراف، لازم طبعا يكونوا 9 جمل زي ما احنا قلنا. Also teachers in STEM schools، المدرسين في مدارس الستيم، encourage students، بيشجعوا الطلبة to do projects، يعملوا مشروعات where they work together، بيتعاونوا فيها مع بعض to solve problems، لحل المسائل او المشكلات اللي بتقابلهم. Experts، الخبراء say that there will be many more jobs in the future، ان هيكون في وظائف في المستقبل that need skills in STEM subjects، بتحتاج مهارات في مواد الستيم. When they finish studying، لما بيخلصوا دراسة، STEM school students، طلبة مدارس المتفوقين، will be able to work in exciting jobs، هيشتغلوا في مدارس في وظائف شيقة. That will use the skills، هيستخدموا فيها المهارات that they have learned، اللي هم اتعلموها. Yours faithfully، المخلص عمر. ده كان موضوع الايميل. يا ريت، انا عاجبني قوي موضوع الستيم سكولز، عشان كده انا كتبت عنه. يا ريت نكتبه زي ما هو كده، لو جالي موضوع على الستيم سكولز، لو جالي باراجراف عن اي موضوع، حافظ على تنسيق اللي اوت، تنسيق بتاع الباراجراف بتاعي او تنسيق الايميل بتاعي. مستر محمد، انا شايف حضرتك كان في عندك تعليق على موضوع الايميل. هو بالنسبه للايميل مستر صبحي، الايميل او الباراجراف، عايز اقول للطلبه ان هم برضو يهتموا بالتوبكس، الموضوعات اللي جت في كتاب المدرسه. تمام. يعني احنا عندنا موضوعات جميله جدا في الكتاب، كان عندنا يونت 1 بتتكلم على بليسز ان ايجيبت لايك هرجادا. تمام. بعد كده بنتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو فيفوريت رايتر، فيفوريت بوكس، فيفوريت ستوريز. يعني حتى يا ريت الطلبه ياخدوها مننا كموضوعات مهمه. تمام. اللي هو فيفوريت بوكس، فيفوريت ستوري، فيفوريت رايتر. برضو بعد كده درسنا ستيم سكولز اللي هو حضرتك قدمته دلوقتي يا مستر صبحي. درسنا في يونت ايضا عن الفريد نوبل، قرينا عن سم ساينتستس جينيوس بيبل، اليونت اللي كان بيتكلم هيلين كيلر، ويس، وايضا اتعلمنا حاجات عن ديفي سكول اللي هي مدارس وهكذا. يعني في موضوعات كتير قوي عندنا في المنهج، ممكن يكون موضع سؤال لسؤال الرايتنج. هو, هو هو دايما نصيحتنا للطلبه ان في المنهج الجديد بتاعنا ده، تركيزنا كله يبقى على دروس ريدنج. هتلاقي المحادثه، يعني ودي حاجه جديده قوي، ان المحادثه هتعتمد برضو على دروس ريدنج. المحادثه، الدايلوج، الباراجراف، اسئله المالتيبل تشويس، واسئله كتيره جدا. مستر محمد، unfortunately we came to the end of our program for today. Thank you. I was very happy to be with you today. I was very happy too Mr. Subhi, and I hope our students enjoyed our episode today. وطبعا بنوعد الطلبه بمراجعات اخرى قادمه باذن الله، استعدادا للامتحان، وان شاء الله تكون فيها كل الحاجات المهمه قبل الامتحان ان شاء الله، والمحافظات اللي هتأدي الامتحان قبل المراجعات الثانيه. احنا النهارده الحمد لله قدمنا لكم مراجعه شامله لكل جزئيات المنهج بتاعنا. في الليله اللي قبل الامتحان حاولوا تراجعوا كويس قوي، هاف جود نايت سليب، ناموا نوم كويس قبل الامتحان. When you get into the exam room، لما نخش اللجنه، try to concentrate very، ركز كويس قوي. Finally wish you all the best. Thank you for watching and see you next time.